أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون رشاد، وهذه العناوين: بريطانيا تسلم الجزائر عبد المؤمن خليفة، بداية كشف ملابسات الفضيحة أم نهايتها على شاكلة محاكمة اغتيال بوضياف؟ تجدد الاحتجاجات بعد ليلة من الاشتباكات في براقي، وحصيلة الإصابات في ارتفاع. تنديد جمعيات محسوبة على المعارضة برفض الداخلية منحها تراخيص عقد جمعيات المطابقة مع قانون الجمعيات الجديد. سلمت إذن السلطات البريطانية يوم أمس عبد المؤمن رفيق خليفة إلى الجزائر، وفق ما أفاد به بيان لوزارة العدل، ويرتقب أن يوضع رهن الاعتقال بسجن سركاجي إلى أن تتم محاكمته من جديد بعد الحكم الغيابي الصادر في حقه. وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت منتصف هذا الشهر أن عبد المؤمن خليفة قد استنفذ كامل الطعون في المملكة البريطانية. وقد وجهت في قضية الخليفة التهم إلى 104 متهمين، فر معظمهم إلى الخارج وأولهم خليفة. وتراوحت التهم الموجهة إليهم بين النصب والاختلاس والتزوير والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بتدليس، وشملت القائمة 15 وزيرا ورئيس حكومة وموظفين كبار في البنك المركزي قدموا دعما ماليا وتسهيلات إدارية لمجموعة خليفة، إضافة إلى أكثر من 300 شاهد أيضا بتهم الاختلاسات التي رافقت انهيار شركات المجمع والفروع الفرنسية لشركة الطيران خليفة إيرويز وخليفة لتأجير السيارات. وقد سبق للعدالة الجزائرية أن أصدرت حكما غيابيا ضد رفيق خليفة بالسجن المؤبد سنة 2007 من محكمة البليدة، وينتظر أن تعيد العدالة الجزائرية فتح ملف الخليفة وإعادة محاكمته، وأيضا من خلال إعادة استدعاء الشهود والمتهمين المحكوم عليهم والمبرئين، في انتظار ما سيكشف عنه عبد المؤمن شخصيا من معلومات قد تحرج الكثير وتكشف كما هائلا من الأسرار التي لم تظهر في المحاكمة الأولى. وقد عرفت قضية عبد المؤمن خليفة بقضية القرن، ووصفت بأنها أكبر فضيحة مالية في تاريخ الجزائر، كبدت شركات وطنية وخاصة ومواطنين ملايير الدولارات. وقد تميز إنفاق الخليفة خلال تلك الفترة من الأموال التي حصل عليها بتواطؤ على أعلى مستوى في الدولة، تميز هذا الإنفاق ببذخ منقطع النظير من قبيل منحه سنة 2001 فريق مارسيليا مبلغ 90 مليون فرنك فرنسي، كما أنه نظم في 3 سبتمبر 2002 حفلة في غاية الاستفزاز نقلتها مختلف وسائل الإعلام، جرت في أجمل قاعة في العالم في مدينة النجوم كان، حضرها ضيوف مثل ملكات جمال العالم والفن. وقد أغدق عليهم عبد المؤمن بأغلفة مالية خيالية، كما أنه حاول شراء قناة آنان التي يديرها شقيق الرئيس حافظ الأسد. وما يثير انتباه المراقبين بوجه خاص والمواطن عموما هو هل ستتم محاكمة عبد المؤمن خليفة ابن العروس خليفة أحد مؤسسي المخابرات الجزائرية محاكمة حقيقية لتكشف عن خيوط فضيحة القرن وتميط اللثام عن كافة المتورطين فيها، الفضيحة التي ما كانت لتحدث لولا مسؤولين سامين في الدولة، أم سيتم تأجيلها لأجل غير مسمى أو تصفيتها في شكل مقايضة تحفظ مصالح الأطراف كلها على حساب مصلحة الدولة والشعب الجزائري، وبذلك تنتهي على شكل المحاكمة التي جرت في اغتيال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف. عاش سكان حي القبب ببراقي أمس ليلة سوداء، حيث استمرت المشادات بين الأهالي وقوات الأمن حتى الفجر، وأصيب خلالها العشرات من أبناء الحي إصابات متفاوتة بالرصاص المضطي، بينهم 3 أطفال هم الطفل عمر البالغ 10 سنوات والأخوان مبرك محمد ومبرك إبراهيم اللذان يبلغان 14 سنة و15 سنة على التوالي. كما أصيب أحد أبناء المنطقة إصابة بلغة في الرأس بعدما أطلقت قوات الأمن قنبلة مسيلة للدموع انفجرت فوق رأسه.
وقد رفض أبناء الحي أن ينقلوا إلى المستشفى رغم إصاباتهم البليغة بعدما قامت قوات الشرطة باعتقال عدد من زملائهم فور وصولهم المستشفى ومنعت ذويهم من مرافقتهم. يذكر أن الاحتجاجات التي يشهدها حي القبب في براقي مستمرة منذ 3 أيام، وقد كان العشرات من أبناء الحي قد خرجوا في مظاهرات مطالبة بالسكن بعدما أغرقت الأمطار منازلهم وتسببت في انهيار العديد منها، وأجج الوضع تدخل قوات مكافحة الشغب لفض الاحتجاج. بينما أجج الوضع تدخل قوات مكافحة الشغب لفض الاحتجاج بالقوة، الأمر الذي وسع دائرة الاحتجاج لتصل إلى أغلب مناطق براقي. أنت وليد الطفل هذا اللي أصاب في حي براقي؟ أنا عمي. أحكي لنا كيفاش أصيب الولد. وش أحكي لك؟ ديجا كان يدير في السبور، كان جاي للدار، نقول لك كان جاي للدار ضربهم لابوليس بهذاك الكريموجين هذا. ما كانش مشارك في الاحتجاجات؟ لا 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 ما كانش مشارك، لا 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 لا. كان جاي للدار مروح. كان جاي للدار نورمال، ولا بعث واحد يدير السبور، وكان المونيتور تاعه أو شاهد معه. نعم. وكان ثاني حتى كبرنا عند المونيتور يشهدوا ثاني معه. ما لا تاع على ثلاثه، قلت ثلاثه غرب واحد غرب ثلاثه، الحقني خبر بلي قال لك ودي ولدك عاد قاسها في السبيطار. رحنا للسبيطار ما لقيناه، جابوه لزميري تاع زميري ملي زادوا بعثوا بارني زادوا بعثوا بني مسوس زادوا بعثوا البابلوات مايو. دوك لحد الان رانا هنا مازال ما. واش قالوا لك الاطباء؟ الاطباء قالوا لازم له عمليه. عينه راحت قال لي راحت. وهذه هي بلادنا هنا، اللي يكون قوي يبقى قوي، واللي يكون ضعيف يبقى ضعيف، يبقى يدحس. انتوا من نفس الحي؟ من الحي نعم، من الحي القبب. يا اخي الحي القبب، يا اخي حي القبب. كاين بزاف اصابات قالوا لي اليوم. انا ما شفتش، مازال ما شفتش، ما شفتش حد. الامس البارح كانت كاينه بزاف اصابات، وضربوا الناس بكريموجان، دريس قال الاطفال، النساء، الامراض، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، مرض اللازم ولا مرض الدم، بزاف الناس اللي عانوا بزاف فيها. انا واحد ناس يعني ديابات، عندي السكر، عندي اللازم، عندي كذا، من الدار ما خرجتش، خرجت من الدار ما كاش، ولكني واش حبي صح. جوزنا هذا الشيء، جوزنا ولي مزال يزادوا عاودوا كيف بس انا ما في حق هذا، وانا ما يضربوش الناس حقي. دوك التلميذ كيما 12 سنه خسر له حياته وقتله، نحن عضو من عضو، يقبل هذا اللي ضرب يقبل يد عضو، يقبل هذا الحق. واش طالب الحاج؟ واش طالب محاكمه اللي ضربه؟ واش طالب؟ واش هو مطلب؟ نطلب العداله. واش ما على باش كيفاش؟ شو العداله؟ واش داير في زاليه؟ وكيفاش راكم تنقلوا فيه؟ يا ولي كيف راه دوري الكاميرا تاعك لي وتشوف. يا اسمع اسمع، هذه في يمه هذه والده الطفل، والده الطفل، والده الطفل. السلام عليكم، انا من العائله، انا نصور احنا نديروا ضربوه العين ديريكت، ضربوه ديريكت من عينه، ضربوه العين. هو الشعب الصغير علاش يديروا عليه هكذا؟ صح، قد جات في وليده ما يوصلوش هكذا. عنده 12 سنه الحاج. اي عنده 12 سنه. عيط لابوليس. اه ماشي حق عليه هكذا، شو راح يطيلوا عينه خطره اخرى؟ نددت جمعيات بينها جمعية راج ومنظمة العفو الدولية في الجزائر، بالإضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نددت برفض وزارة الداخلية منحها تراخيص عقد الجمعيات المطابقة مع قانون الجمعيات الجديد والمحدد يوم 14 من جانفي المقبل، ما يعني حسبها أن الجمعيات التي لا تواكب الأجال المحددة ستكون معنية بالحل، في وقت ترفض فيه الإدارة منح الكثير من الجمعيات الترخيص لعقد جمعيات المطابقة. وفي تصريح له، أبدى أبو جمعة غشي رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان قلقه حيال إمكانية أن يكون قرار الداخلية برفض منح الجمعيات رخصة تنظيم جمعيات المطابقة أن يكون نابعا من أسباب سياسية كتصفية حسابات مع جمعيات محسوبة على المعارضة، مشيرا إلى أن المادة 40 من قانون الجمعيات التي تحل بموجبها كل جمعية تتدخل في الشؤون الداخلية للوطن واعتبرها مجحفة وغير معقولة إطلاقا، وهي موجهة إلى درع كل من يتكلم عن القضاء أو الفساد. أولا الإشكال المطروح الآن بالنسبة للجمعيات في الجزائر هو أنهم مطالبون بالمطابقة حسب القانون الجديد قبل شهر 15 من الشهر القادم، يعني 15 جانفي تاريخ صدور قانون الجمعيات الجديد.
وطبعا الجمعيات يعني نظرا لضعفها وضعف امكانياتها تجد صعوبه كبيره في عقد الاجتماعات. وايضا بالمقابل هناك ايضا بيروقراطيه كبيره تجاه منح التراخيص لعقد الجمعيات العامه لهذه الجمعيات، مما يؤدي حتما في القريب العاجل الى ممكن زوال الكثير من الجمعيات، لانها لا تستطيع ان تتطابق مع القانون الجديد قبل الموعد المحدد وهو 15 جانفي 2014. ولكن اعتقد بان قضيه المطابقه هي قضيه قد تكون مؤقته، لانه باستطاعه الجمعيات فيما بعد حتى بعد هذا التاريخ انها تجتمع اذا تمكنت من ذلك، وتستطيع تطابق القانون الجديد وتقدم ملف جديد اذا الهيئات المعنيه سواء البلديه او الولايه او وزاره الداخليه حسب طبيعه كل جمعيه. ولكن الاشكال المطروح اللي هو خطير جدا، وهو ان قانون الجمعيات الجديد يكرس ثقافه القطيعه ما بين المجتمع والسلطه، بحيث انه يمنع جمعيات المجتمع المدني من التكفل بالشان العام الجزائري، وبالتالي هذا المفهوم معناها ان هناك المجتمع في واد والسلطه في واد، في حين ان الدوله الحديثه تجعل من المجتمع المدني وهو مجموعه الجمعيات والهيئات العامله مدنيا بعيده عن السلطه والاحزاب السياسيه، تجعل منها شريك بالفرد في تسيير الشان العام. وبالتالي ان هذا القانون يتنكر بمفهوم الديمقراطيه التشاركيه التي يدعو لها كل العالم الان. من هذا المنطلق فان هذا القانون غير ديمقراطي، يشكل عرقله امام تاسيس الجمعيات، يعطي فرصه كبيره للهيئات الاداريه من اجل حل هذه الجمعيات، وبالتالي نقدر نقول بان هذا القانون جاء ليقضي على كل حركه مجتمعيه، ويبقى تبقى السلطه الوحيده في الميدان، وطبعا غير الجمعيات المواليه لها. الجمعيات الاكثر عرضه هي جمعيات المدافعه، يعني الجمعيات الخيريه من يتكلف بالطفوله وبالشيخوخه وبالامراض الى اخره، هذا لا اعتقد ان يكون عنده اشكال. ولكن جمعيات المدافعة المتعلقة مثلا بالشأن الديمقراطي، بالحريات، بحقوق الإنسان، بالرشوة، بالتسيير العام، هذه هي المقصودة أساسا، لأن هي أصلا جمعيات المدافعة دائما كانت تشكل بالنسبة للسلطة العدو الأساسي الذي يجب محاربته. والآن أعتقد أنها وجدت الفرصة في هذا القانون الذي من شأنه أن يعرقل وجود مثل هذه الجمعيات. وطبعا هناك جمعيات كثيرة التي رفضت الإدارة منحها رخص عقد الاجتماعات المطابقة، وبالتالي فأن المجتمع بهذه الطريقة سوف يفقد عما قريب كل جمعيات المدافعة، وتبقى إلا الجمعيات الخيرية والرياضية. ختاما نشير إلى استمرار اعتقال المدون عبد الغني علوي لليوم 101 على التوالي بتهمة الإشادة بالإرهاب والمساس بمؤسسات الدولة، بعد نشره صورا كاريكاتورية للرئيس بوتفليقة وانتقاده دعوات ترشيحه لعهدة الرابعة. الاعتقال لقي استهجان منظمات حقوقية دولية أبرزها Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية، مقابل عتاب موجه للسلطات الجزائرية على ما تدعيه انفتاحا وإصلاحا. هذه الآن مختارات كاريكاتير اليوم من مختلف الصحف الوطنية. زوروا موقعنا على الإنترنت rashad.tv لمشاهدة البث الحالي للقناة ومتابعة البرامج المسجلة. زوروا أيضا صفحتنا على فيسبوك وراسلونا عبر بريد القناة بصور الأحداث من حولكم، كذا باقتراحاتكم ودعمكم الحيوي. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.